حقيقه ان هذه الزياره تدخل في اطار واحد الوعد اللي كان وزير الصحه اعطاه للساكنه ديال الاقليم، وهو اخراج مستشفى متعدد التخصصات مع مستشفى الانكولوجيا. وهاد المطالب هي مطالب مشروعه ديال المواطنين ديال اقليم الناظور، وفرحنا لان حقيقه لابد ان الهضره خصها تخرج للفعل، وبالضبط معالي الوزير اللي دار مزيان، وهو انه هاد المشاريع اللي كانت حلم لدى المواطنين هي تتخرج للواقع. وشفتوا التفسيرات اللي عطاها مع الوزير، وميزانيه مهمه جدا جدا، اولا لبناء هذا المشروع، ثم كذلك التجهيزات البيوت الطبيه اللي غيتكون في المستوى، اللي غيكون تجهيزات مهمه خاصة في مستشفى الأونكولوجيا اللي غادي يكون فيها لا شيميوثيرابي، لا راديوثيرابي، سكانير، جميع التجهيزات اللي محتاجينها المصابين بمرض السرطان. تعرفوا مرض السرطان مرض اللي تنطلب الله الشفاء للجميع، واللي كانوا تنتقلوا المرضى ديالنا إما لوجدة ولا للرباط ولا الحسيمة، الآن إن شاء الله مستقبلا غادي يكون المركز ديال الأونكولوجيا في إقليم الناظور، ثم غادي يكون مستشفى متعدد التخصصات اللي فيه مجموعة ديال التخصصات على مساحه ديال 16 هكتار. تعرفوا معنا 16 هكتار انه قابل للتوسيع، انه فوقاش ما كانت امور يعني مطالب ديال الساكنه توسع باش يكون في التخصصات كلها، غادي يكون يعني غادي يكون سهل، ماشي بحال المستشفى الحسني. راه شفتوا حشومه نقولوا بانه مستشفى اقليمي، لا على المستوى الولوج ديالو كاين صعوبه الولوج، وجا في واحد المنطقه جبليه وفي 3 هكتار، يعني هذا الاقليم يعني واش هذا هو المستشفى اللي يحتاج؟ اذا هذه المبادره تنعتبروها مبادره مهمه جدا ديال حكومه صاحب الجلاله، وتنتمناو لهذا الاقليم ماشي فقط غير في الميدان الصحه، في التعليم، في الشغل، في البيئه، في التجهيز، يعني باش يتبوأ هذا الاقليم المكان اللائق به في الاقتصاد الوطني، ويكون عنده مكانه ديالو، لانه الريف اعطى الكثير لهذا الوطن. اذا نتمناو ان شاء الله تكون مشاريع اخرى ماشي غير في الصحه، في التعليم، في كما قلت في الشبيبه والرياضه، في التجهيز، يعني يكون رؤيه شموليه للتنميه ديال هذا الاقليم ديال الناظور. وتنشكركم بزاف على المجيء ديالكم باش انه غادي ما غاديش ناخذوا قرار بسرعه، لابد ما نديروا اجتماع مع المجتمع المدني اولا، ثم مع المنتخبون، ثم مع ليزيتيليزاتور يعني الاطباء ديالنا والنقابات، باش نحاولوا اشنو ممكن نديروا في هذا المستشفى الحسني. ربما نديروا مراكز صحيه، ربما نديروا مستعجلات، ربما يعني غادي نحاولوا نديروا واحد الرؤيه تشاركيه مع الجميع من اجل التفكير في كيفيه اصلاحه، او في كيفيه اخراج مشاريع اخرى اللي غادي تستفد منها الساكنه، لان 3 الهكتار ما شيء نفرطوا فيها، لابد ما نديروا فيها مشاريع اللي غادي الساكنه. فقط هذا الشيء تيطلب شويه ديال الوقت، وتيطلب الضغط الايجابي، لان ما هو مشروع راه مشروع، كيفاش نضغطوا ايجابيا باش نجيبوا المشاريع اللي غيستافدوا، لان اش تيهمنا في اخر المطاف هي الساكنه، لان هذه الوزارات ماشي موجوده باش من اجل الوزارات، باش تخدم الساكنه، هذا هو الدور ديالها. اذا سنخدموا الساكنه، ويكون النيه ديالنا حسنه، وتكون نكران الذات، خص يكون نكران الذات والعمل، والعمل دائما تعطي نتائج. تنشكركم قادة ومطاس، قول لهم راه عندكم الحق في المطالب المشروعه ديالكم، خصها نرفعوها بشكل ديمقراطي وبشكل حضاري وعقلاني، وانا على يقين بانه هذه السكينه سكينه تستحق الجميل، وهي شويه شويه تيجي الخير. وتنشكركم.